طبيعي جدا. السنغال يعني احسن فريق افريقي حاليا، يعني نعم من ناحيه النجوم، من ناحيه طريقه اللعب، من ناحيه النتائج كذلك. انا نفكر السنغال عملت نعم فينال كاس افريقيا، ترشحت على المنتخب المصري بامور صعبه، ولكن السنغال كان هو الابرز وترشح عن جدار. هنا الحقيقه المنتخب السنغالي الناس الكل تنتظر فيه في ادوار متقدمه، دائما هناك